اخواني اخواتي، اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع اخر اخبار فريق الوداد الرياضي. اجتمع عدد من الرؤساء السابقين للوداد من اجل اختيار اسم جديد ودعمه لرئاسة الفريق، اذ يرغب الرؤساء السابقون في عدم الظهور في الواجهة والالتفاف حول اسم جديد لدعمه مباشرة. ويحتدم الصراع على الرئاسة بين عبد المجيد البرناكي وهشام أيتمنى. أكدت بعض المصادر أن البركاني وأيتمنى يتنافسان بقوة على رئاسة الوداد، إذ يرغبان في الترشيح للمنصب وذلك مباشرة بعد فتح باب الترشيحات خلال الشهر المقبل. وضاف نفس المصدر أن عددا من المنخرطين يسعون إلى عقد اجتماع بين البركاني وأيتمنى من أجل إيجاد حل توافقي بين المنافسين لاختيار أحد منهما لرئاسة النادي، كما سيتم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على الأحكام الصادرة في حق الفريق وعلى الديون وأيضا على المداخل المالية المنتظرة. نشر الوداد الرياضي بيانا رسميا السبت الماضي، أعرب من خلالها عن استيائه من السب الذي تعرض له من طرف لاعبين من فريق الرجاء، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قدح رياضي لا يمس فقط الفعاليات الودادية ولكن يمس كل الفعاليات الرياضية الوطنية عامة. وتمت مراسلة الأجهزة الوصية بشكوى رسمية في الواقعة، وبهذا قد أرسل الوداد الرياضي خطابا شديد اللهجة للاتحاد الكرة وللجنة الأخلاقيات، مطالبا إنزال أقصى العقوبات على الثنائي زريدة ومهو. ولا يعقل أن يكون المغرب مقبلا على احتضان تظاهرات كبرى ونقبل على مثل هذه التصرفات الدخيلة على الكرة الوطنية والتي تساهم في توتر الأجواء ونشر الكراهية بين الأنصار، ونتجاهله لتمر دون عقوبات صارمة. رفض عبد المجيد البرناكي التعامل مع الوكلاء الذين كانوا وراء بعض الانتدابات للاعبين للوداد دون تقديم إضافة للفريق، وأخبر الرئيس أعضاء مكتبه بعدم الاعتماد على السماسرة الذين ورطوا الوداد بلاعبين دون مستوى فني وتقني. وقرر البرناكي عدم التواصل معهم ورفض التعامل معهم في حال تقديم أي لاعب محلي وأجنبي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.